اش غنقول لك، اللهم لك الحمد من بعد الصراع كامل مع لوجين والقضيه ديالها، رغم الضغوطات النفسيه والاثار الجانبيه اللي خلات لي الصحيه، الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، تنصفات بنتي والعداله كانت ناصفه وخدات لي حق بنتي، ما كانش عندي شك في القانون نهائيا، ما نكذبش عليكم، لانني من النهار اللي حطيت ايديا في المحكمه عرفت راسي غادي نكمل مع بنتي حتى الاخر. ولون كنتلقى تهديدات، كنتلقى تحرش في الهاتف ديالي، كنتلقى بزاف د الحوايج خايبين، ولكن على قبل الحق ديال بنتي انا ما غاديش نسكت، وما سكتش حتى خديت حق بنتي. حمد تهديدات بزاف، كان كيتصلوا بيا الماري ما كنعرفهمش، كاين اللي كيقول لي صيفط لنا لاكارت ناسيونال ديالك، كيستغل السذاجه ديالي وبانني ما عنديش، وربي اللي عالم بيا. يعني انسان كيقول لك انا غادي نعاونك ونوقف معاك، كتصيفط لي لاكارت ناسيونال ما كتعرف واش غادي يضحك عليك ولا غادي يدير لك شي بلانت ولا غادي يدير لك شي مشكل ولا. لحد الان شحال من واحد عنده لاكارت فوتوكوبي لاكارت ديالي؟ الاعانات ما عنديش اشكال، حيت كاينين الناس زوينين غطاو على الناس الخايبين، ولكن كاينين تهديدات، كاين اللي كيعيط لي كيبقى يسب فيا، تخرجي نخسروا لك وجهك، نديروا لك، نفعلوا لك، نسرقوا لك بنواري بنماري بريفي، حتى كنبلوكي الارقام بريفي، اضطريت ندخل واحد لابليكاسيون اللي كتطلع لك الرقم ديالك. مشكل كبير بزاف. من هذا المنبر غنشكر واحد الاستاذ بزاف، ما نكذبش عليك، انا ما كرهتش نقول الاسم ديالو، ولكن الاستاذ يستاهل التشريف وشابو. علاش؟ حيت هذا الاستاذ هذا خدا حق لوجين، ما غاديش نكذب عليهم، ولا قالوا الحاج فعلا حاج، وفعلا كيعرف بينه وبين الله، وفعلا استاذ ونعمة المحاماة. الملف ديال بنتي ما ضاعش بين ايدي، كان غادي يمشي ما بين الرجلين صراحه، ما غاديش نكذب عليكم. وانما دابا الحمد لله وشكرت، النهار اللي شد الاستاذ القمره الملف ديال بنتي ما 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 ما, ما الحمد لله، عرفت راسي في ايادي امينه. كنشكر صاحبتي حنان من هذا المنبر اللي حتى هي اللي وصلتني عند هذاك الاستاذ. انا حتى الاول البارح باقا مريضه، ستريس كندور عيطت لك وبكيت عليك كاع في التليفون وقلت لك شنو واقع. حتى الاول البارح والستريس قاتلني، مريضه ما كان صافي، ما نكذبش عليك انا فرحانه، ما بقيت باغا والو، مستعده نبدا ازيرو مع بنتي، ما غندير احتياط من حتى شي حد، ما غندير احتياط من حتى شي حاجه، هذا حق ديال بنتي خداته، انا ام كنعري وجهي وكنقول فيها قدام الناس، لوجين بنتي تغتصبات، تاتك العرض ديالها تخدع حقها، صافي الحمد لله. المحكمة كانت معقولة وصارمة وعطات حكم صارم اللي فش لي الغليل ديالي، ولون انني انا اللي بغيت نستانف راه مشكلة، ولكن انا على قبل بنيات والله ما نستانف بالله. امرت رشي الشال، انا الناس كيسحبوني غنبقى مشلل طول حياتي، وما نشللش انا طول حياتي، لحيت الكبرياء ديالي ما غيخلينيش نتشلل، انا ام وانا وبنتي والله سبحانه وتعالى باقي قدامي حياه، باقي كنشوف شي حوايج زوينين باغا نديرهم في حياتي، عندي قناتي باغا نكبرها، عندي بزاف د الحوايج زوينين باغا نعيشهم. ملون هذا المشكل انا كانوا عندي حوايج زوينين باغا نديرهم في حياتي، ولو كان تعرض العراقيل في الدنيا الانسان كيتخطى دوك العراقيل وكيزيد، ميم تكون خايب ولا تكون كيف ما كنتي في الماضي، راه الورقه راه كتطوى وكتبدا صفحه جديده بزمنك على قبل الوليدات. اللي غنوصل لهم غنقول لهم عطوني التيقار، ديروني ما كايناش، حيت انا 17 عام حتى واحد ما دارني، كاينه اصلا قالت واحد السيده من لا فامي ديالي قالت لي اين عام كانت عندك العائله، انا ما بغيتش العائله، انا عندي واحد العائله قلالين زوينين كيسولوا فيا على قلبهم بيض طيب، من ناحيه الوالده ديالي الله يجعل ربي يسهل عليهم، كل واحد يخلصوا ربي على قد نيته، هذا هو الاساس. اللي غنقول انا ردوا البال لوليداتكم، اول حاجه اللي غادي نقول، حيت باش ما تطيحوش في هذا الموقف، هذا موقف خايب انا راه عشته، دابا راه تقريبا طالعه في 3 سنين باش انا كنعاني وكنتخبط في هذا المشكل، انا كم انسانه مواطنه مغربيه عندي بنيه كنعيش الامومه تكون فرديه ويكون عندها با ما يكونش عندها با، هذاك الشيء كيبقى كيخصني، ولكن ردوا البال لوليداتكم. ويلا كنت انا على ما قالوا فيا ما مزياناش، كتكمي كتسكر كتفعل كدير وكنت كندير هادشي كامل، العصب ديالو غادي يتحيد، ولكن انا لا، لحيتاش بالعقل ديالي كنهضر وبالكيان ديالي لداخل، على قبل بنتي انا وقفت واجتهدت وباقا كنجتهد، رغم بزاف الضغوطات وغنبقى نجتهد حتى تشوفوا شي حوايج زوينين، راه عطا الله ما يدار باش الانسان يوصل، راه ماشي راه ساهل باش غدا تلقاني ضاربه في الطوندونس، ولكن الاحترام والخوف من الله راه هو اللي كيخلي الانسان مقر ذاته على قبل وليداتك، كتخاف على وليداتك ملي غادي يكبروا غدا اش غيشوفوا منك. انا هيهات بنتي تكبر
تكبر وتعرف بني انا حاربت على قبل حق بنتي، اغتصبت اغتصبت خدت حقها، شكرا للعداله وعاش الملك. هذه هي الكلمه اللي غنقول انايا، شي حاجه اخرى ما غاديش نقول لكم جمعيه ولا نقول لكم شي حاجه، ما كاين والو، كاين الله الوطن الملك والناس الزوينين اللي تعاونوا معايا منهم لذاتهم ومعامله طيبه من القلب للقلب. اي واحد دار بصمه مع خديجه الله يجعل ربي يخليها لي في الجنه، هذه الكلمه اللي غنقول ويديه فوق راسي. هو انا راه ما كرهتش ليه، انا راه انسان رغم كل شيء، ولكن انا درتي الخطا راه تستاهل العقاب، راه سالينا راه بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا غير، والله يجعل ربي يدير شي تاويل ديال الخير لجميع المسلمين.